جدا جدا. بعد الأحداث بعد الأحداث ابتدوا بقى ينقلبوا على المسلمين، وليه بيعملوا كده، ويجوا بلادنا يعملوا كده ليه، وإزاي يعني. يعني الشيء الحقيقة انقلاب في الشعور غريب جدا لكن جدا. هل بتعتقد يا مدام شهان انه اللي ارتكبوا الحادث يعني او الاحداث بتاعت 11 سبتمبر هم بن لادن وجماعته، ولا انه في قوى ومنظمات ودول اخرى زي ما في هقول زي ما لحضرتك بيتقال في يعني اوروبا وفي امريكا نفسها؟ ده حقيقي، لكن هقول لحضرتك يعني انا دايما بشوف اللي قدامي واصدقه او ما صدقوش طبعا، لكن اذا كان بن لادن نفسه طلع على التلفزيون بتاع الجزيرة وقال واعترف ان هو ورا هذا الحادث، فيعني ما افتكرش بقى اكتر من كده الاعتراف سيادي شريط افندم، الاعتراف يعني سيادي ده الأدلة يعني. اعتراف بالظبط. فيعني هو اللي عملها، لكن هو ما خدمش ابدا لا المسلمين ولا قضيته ان كان عنده قضيه، ولا خدم حاجه، بل بالعكس اداهم ذريعه انهم يعني هاجموا الاسلام الى حد ما، ولو ان الرئيس بوش هاجمه في الاول وبعدين تراجع بسرعه، ومش بس تراجع، ابتدى يروح مدارس ويحضر مش عارفه حاجات، يروح لكن جوامع. معالجة الإدارة الأمريكية للأحداث بقى أي ومسألة ضرب أفغانستان وبتاع، يعني هل ده كان يبرر ما حدث بعد كده؟ رد فعل الأمريكي تجاه العالم كله؟ لا طبعا، أنا كمحايدة، لأن أنا لا مع الأمريكان ولا مع بن لادن خالص، يعني أنا بالعكس أنا ضد بن لادن، يعني لأن ده برضو له أصول الظواهري، له برضو أيمن هو الزواهر. أيوة له يد في قتل أنور السادات. أي فيعني أنا بالعكس أنا يعني واحدة من اللي اتظلموا في الأحداث دي. ف يعني الأمريكان بيعالجوها، يعني دايما عشان أحكم على شيء أحط نفسي مكان الإنسان ده أو مكان البلد دي عشان أتصور شعورها. أنا بتصور نفسي مطرح الأمريكان في بلدي، يجيلي يضرب لي الناطحات السحاب اللي هم بيفتخروا بيهم قدام العالم، يضرب لي البنتاجون اللي هو مقر عسكري يعني بيفتخروا بيه وشرف ليهم للعسكرية الأمريكية، يعني كتير عليهم برضو كتير. بس اللي حصل بعد كده، بعد حكاية أفغانستان، إنه نظرة الأمريكان أو الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس بوش للعالم كله بما فيها مصر ومنطقة الشرق الأوسط اتغيرت. بقت في اتجاه عدائي، بقى في رغبة للسيطرة أكتر على الدول وعلى الحكومات، في قهر أكتر. هقول لحضرتك تستغرب ان يعني كان في توضيح للاسلام على التلفزيون الامريكاني بطريقه عمرها ما جت قبل كده، وانا من سنه 85 بقول لحضرتك، مين اللي كان بيقوم بالصورة دي يعني؟ برامج بتيجي على التلفزيون عن الاسلام وعن حياه سيدنا محمد وعن حاجات كتيره في الفتوحات الاسلاميه، زي توضيح كتب كتيره بتتباع كانت بعد ال 11 سبتمبر. الأمريكان كان عندهم الرغبة في معرفة الإسلام بالظبط، كرد عايزين فعل. ايوه رد فعل، عايزين يعرفوا ايه الناس دول بيفكروا ازاي ودينهم شكله ايه، ويعني عايزين مزيد من المعرفه عن الاسلام. دي حاجه كانت واضحه جدا. بعد كده بقى طبعا هم تصرفاتهم، يعني في تصرفات فرديه حصلت، مثلا واحده منقبه يعني يضايقوها، مثلا رحت في بلد هناك قالوا لي المصريين اللي هناك قالوا لي ان احنا في الاول قالوا لنا انتوا قاعدين ليه، جيراننا انتوا قاعدين ليه، يعني اذا كنتوا انتوا بتحاربونا في بلدنا طب قاعدين جايين بلدنا ليه. بعد كده رجعوا تاني هم نفس الناس بقوا يروحوا لنا على الجامع ويحطوا لنا ورد ويقولوا لنا لا احنا انتوا مش هم الارهابيين، يعني ابتدوا يفرقوا الى حد ما بين الارهاب وبين المواطن العادي الصورة الطبيعي. الآن يا مدام جان، الصورة الآن في المجتمع الأمريكي يعني بعد مرور عام على تلك الأحداث، أي هي الصورة الآن إيه؟ حجم التغيير اللي حصل إيه؟
هو حصل بلا شك تغيير كامل، لكن زي ما قلت لحضرتك في اصل الشعب كله مش زي بعضه، يعني في اللي هو اخذ مواقف من العرب كلهم وقال لك دول يعني ما يجوش بلدنا وما لهمش، ودول اقليه بتهيالي. لكن يعني مثلا في مجال الجامعه والتدريس الطلبه هم بشعورهم الحلو والاساتذه هم متفاهمين مفاهمين، وطبعا مفرقين بين الارهاب وبين الانسان الطبيعي. يمكن سيرتك اتعاملتي او تعرفت على ادارات كثيره، ادارات امريكيه كثيره. ايوه هناك شبه اجماع على ان الاداره الحاليه هي أسوأ الادارات.